أنا ابن بادية بسيط، ولم أحظى من الدولة سوى بعنفها تجاه مجتمعاتنا. علاقتهم مع بعض طويلة جدا، ولذلك يعرفان بعضهما بعضا بصورة جيدة. عليه فقد اخترت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. هذا الأمر جعل سيد دقلو يتمدد تحت رعاية وبصر سيد برهان. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس. المؤكد أن هنالك لقاء ما بين الرجلين قبل يوم، حتى الطرفين التزموا بأن يكون يوم غدا اللي هو اليوم 15 يكون الجلسة النهائية للتوقيع على بعض المسائل. لكن كان كلام الرجلين واضحاً فيما يتعلق برغبتهما في تسليم السلطة للمدنيين خلال توقيع اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في 5 ديسمبر عام 2022. خطوة فاصلة كانت مؤشراً على قرب السودانيين من الخروج من مخاض سياسي عسير. لكن الخلافات بلغت ذروتها بين الطرفين بعد ذلك، ونجحت الوساطات في جمعهما قبل ليلة واحدة من تفجر الأوضاع في السودان. المؤكد أن هنالك لقاء ما بين الرجلين قبل يوم، حتى الطرفين التزموا بأن يكون يوم غدا اللي هو اليوم 15 يكون الجلسة النهائية للتوقيع على بعض المسائل، وحتى لا تقع البلد في حرب. لكن رفض البرهان أن يأتي في الوقت المحدد، وفي نفس الزمن هاجم القوات الدعم السريع فاندلعت هذه المعركة. حتى القوة السياسية في نفس الليلة حتى قرابة الساعة 2 صباحا هم كانوا موجودين مع الطرفين يتحدثون مع هذا ومع هذا، وحتى بعد بزوغ الفجر كانوا معهم يعني. فهذا ما استطيع الوكيل. رغم تأكد مسألة اللقاء بين الرجلين قبل ليلة من نشوب المواجهة، إلا أن تهمة إطلاق الرصاصة الأولى تظل اليوم تهمة متبادلة بين الطرفين يصعب التحقق منها. لكن ما الذي حدث حتى وقف الرجلان على طرفي نقيض في مواجهة طرفاها الجيش وقوة مسلحة خرجت من رحمه وترعرعت في كنفه؟ الأحوال هادئة، ونحاول أن نتواصل مع بعض المحللين لنقف على أبعاد ما يحدث الآن وما نستمع. كل الناس صحوا يوم 15 أبريل في السودان وخارج السودان، ووجدوا نفسهم يسمعوا ضربات للرصاص، ذخيرة حية، أشياء كلها تدل على غيام حرب. Hundreds have died, thousands have been evacuated. What's happening in Sudan? يوم 15 أبريل بالتحديد كان هناك انفجار متوقع من الجميع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كل ذلك في النهاية هو خلاصة عملية استمرت منذ انتصار الثورة في 2019. بعد نحو 30 سنة من وصوله إلى السلطة في انقلاب يونيو عام 1989، قرر السودانيون الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير. هذا النظام مرفوض جملة وتفصيلا من شفعه لغاية رأسه. وثورة يا الشعب، حرية، سلام، عدالة. خطاب البشير في هذا التوقيت كان خطاب تنتظره جموع السودانيين، باعتبار أنه ربما سيختار أن يتنحى أو على الأقل أن يعطي حلولاً مقبولة للأمر. ولكن الرئيس البشير اختار أن يواجه الشعب السوداني بإعلان حالة طوارئ. في
فإنني أعلن الآتي: ألف، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. ب، حل حكومة الوفاق الوطني. جيم، حل الحكومات الولائية. وسنوالي تباعا اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ كل ما ذكرناه. أجج إصرار البشير وقراراته الشارع ما أدى لمزيد من التصعيد. نحن في الشارع هنظل قاعدين ولحد ما النظام ده يتغير بكل رموزه. الشعب السوداني من قمة الظلم والقهر التعرض له في 30 سنة من النظام السابق والقتل والبطش والاغتصاب النساء والأشياء اللي كانت يعني العالم كله تحدث عنها خلال فترة الثورة، كان متعطش لأي خبر يفرحه، أي خبر. يعني كونه بس أن البشير هو الآن تمت إزالته من على سدة الحكم كان كفاية زي الرمق. نتابع معا هذا البيان المهم من القوات المسلحة السودانية. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه. ما حدث في نهار الخميس 11 أبريل 2019، وأنا لا أنسى تلك اللحظات عندما انتهى من خطابه، اللحظة التي قال وعليكم السلام عليكم وأنهى الخطاب، انطلقت ثورة ضد هذا الرجل. أمام رفض الشارع لابن عوف الذي كانت ترى فيه أحد رموز النظام السابق، لم يجد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدا من إعلان التنحي. وعليه فقد اخترت، وبعد التفاكر والتشاور والتمحيص، الأخ الكريم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي خلفا لي. هنا سيتصدر المشهد كل من عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو. تنحى ابن عوف لضغط الجمهور أولا، وثانيا لأنه لم يجد سندا كافيا داخل المؤسسة العسكرية. صعود عبد الفتاح البرهان، يتحدث عنه عبد الفتاح البرهان نفسه بأنه لم يكن ليكون على سدة المؤسسة العسكرية إذا لم يرتضي سيد دقلو أن يكون بجانبه. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019. عندما جاء بخيار البرهان، البرهان نفسه قال أنا لا أقبل في هذه السلطة ما لم يكن السيد محمد حمدان دقلو جزء من هذا المكون العسكري. فبالتالي ارتضى ذلك، وذلك لأن الأخ أو القائد العالي للقوات الدعم السريع يمتلك قوة كبيرة، وهي من رحم القوات الشعب المسلحة. فبالتالي القوات الشعب المسلحة لوحدها لا تستطيع أن تحكم سيطرتها في البلد، فهنالك تعاون للمصلحة العامة، ولا أظن أن ذلك تعاون شخصي فقط، لأن هذه قوة وهذه قوة، فبالتالي لابد أن يكون هنالك تعاون حتى تدار البلد بمهنية عالية. علاقة الرجلين بدأت منذ أيام الحرب في دارفور، وقتها كان البرهان يعمل قائدا عسكريا في دارفور، ومحمد حمدان دقلو كان يقود قوات لمحاربة التمرد بعد أن كان متمردا على الحكومة السودانية. قسم للفريق أول محمد حمدان دقلو موسى حميدتي نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن. هذا له دلالة لاحقة في أن يعني كأنما انحياز المؤسسة العسكرية أو قبول المؤسسة العسكرية بالتغيير كان فيه شرط داخلي، أو تستطيع أن تقول توافق داخلي ما بين برهان وحميدتي في أن يكونا معا يكونان الجبهة التي تنوب عن العسكر في تفاوضها مع الجانب المدني في تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية. العلاقة بين الطرفين بالإضافة إلى جوانب المعرفة الشخصية الطويلة
تحيلنا إلى طرح التساؤل عن قوات الدعم السريع. ما هي هذه القوات؟ ومن أين استمدت قوتها؟ كيف استطاعت أن تنزل بكل هذا الثقل في المشهد السياسي السوداني في مرحلة ما بعد سقوط البشير؟ بعد يعني اندلاع أزمة دارفور في عام 2003، فكرت الحكومة في استقطاب بعض القوى القبلية لوضع متاريس أو سميها مصدات للحد من مخاطر التمرد، وهنا استعانت برجال القبائل وطورت العلاقة مع حميتي على سبيل المثال بعد أن كان متمردا إلى علاقة رجل يخدم في مع الجيش السوداني مساعدا. وكانت قوات مهام ميشن أورينتد، فقط توجه لأداء مهمة وتعود إلى الارتكاز في مكان محدد، ثم تذهب إلى أداء مهمة أخرى وتعود. وكانت هذه المهام تحدد بواسطة الجيش السوداني، ويتم الإشراف على حركتها بواسطة الجيش السوداني، وكانت تحت قيادة أحد الضباط من الجيش السوداني. بعد سقوط البشير حظيت هذه القوات بوضع سياسي توج بتعيين قائدها محمد حمدان دقلو نائبا أول لرئيس مجلس السيادة. يعني في الأربع سنين الماضية دي حميتي تحول من شخص الناس تعرف عنه الغليل، كل اللي بيعرفوا عنه إنه هو ميليشيا جاب البشير عشان تساعده في القضاء على الحركات المسلحة في غرب السودان، وحميتي بعد كده تحول لأنه هو الذي يرعى الحرية وله دور أساسي في المجلس السيادة اللي هو كون البرهان. بعد شوية تحولت القصة إنه بقت الأحزاب السيادية تتكلم عن الدعم السريع بأنه شريك أساسي في السلطة، الدعم السريع بأنه هو لا يمكن أن يتجاوز وغيره وغيره. في مسار الانتقال الذي أعقب سقوط البشير، دخلت البلاد في مرحلة مد وجزر بين المكونات المدنية والعسكرية. تكلل ذلك بعد جهود ووساطات كبيرة بتوقيع الوثيقة الدستورية، ثم تعيين مجلس السيادة، ثم تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء. كان لكل من البرهان ودقلو حضور بارز في مختلف مراحل الحياة السياسية، وبدأ أن التناغم حاضر بينهما، حتى عندما بلغ التجاذب السياسي أوجه بين المدنيين والمؤسسة العسكرية في أكتوبر من عام 2021. إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، حل مجلس الوزراء. هو انقلاب كامل الدسم، انقلاب مش كمان انقلاب غير متوقع، انقلاب متوقع وسبقته إرهاصات وسبقته مواجهات في مجلس السيادة وفي غيره من المؤسسات. عن أن اقتراب موعد انتقال رئاسة المجلس السيادي من العسكريين إلى السياسيين، من يتحدث بأن هذا هو انقلاب على الشرعية، انقلاب على الديمقراطية، هؤلاء هم من فقدوا السلطة وبكل أسف اتخذوا هذا الأمر ذريعة وبدوا يبسوا فيها أن القوات المسلحة وأن الفريق البرهان استولى على السلطة ليريد أن ينفرد بها. الأخ رئيس الوزراء كان موجود في منزله، لكن نحن خشينا أنه تحصل له أي ضرر، وهو موجود معي قاعد معي في البيت. مدنية 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 من المهم التجديد على أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقائي معه أكد أنه حريص كل الحرص على دماء أبناء الشعب السوداني، وإن كان من سبب واحد سيعيد للسلطة كان هذا هو الدافع الأساسي، وعندها أنا قادرت منزله مطمئنا أن ذلك سيتم، وقد تم بالفعل بعد 48 ساعة عاد ووقع الاتفاق السياسي مع الفريق البرهان.
كان هذا محاولة لامتصاص الغضب الذي كان نتيجة الانقلاب العسكري. عاد حمدوك باتفاق مع البرهان، ولكن في هذه اللحظة حمدوك لم يكن يمثل لا قوى الحرية والتغيير ولا قوى الشارع التي رفضت الانقلاب تماما. فعندما وجد نفسه معزولا تماما من القوى السياسية قدم استقالة معروفة ومزعة أمام الشعب السوداني. إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز. كان يجب أن تكون القوى المدنية جاهزة لاستلام الحكم وليس لإدارة الشراكة مع القوى العسكرية، بمعنى آخر أن تكون العملية مجرد تسليم وتسلم. وأنا أعتقد هذه هي النقطة الأساسية التي حدث فيها الإخفاق بصورة مبكرة. في خضم مشهد سياسي متسم بالضبابية، ستستمر علاقة الرجلين عادية ظاهريا على الأقل، لقاءات خارج الإطار الرسمي وبلباس غير عسكري، حضور مشترك في تخرج أفواج جديدة من قوات الدعم السريع. هذه القوات تلقت التدريب في القوات المسلحة ودربوها ضباط القوات المسلحة، والقائمين على أمرها ناس كلنا يوجد واحد من هذا الوطن. قوات الدعم السريع حينما سئل منها عبد الفتاح البرهان حتى بعد يعني مرور أكثر من عام على سقوط البشير ووجود حكومة انتقالية كان يتحدث عن أنها خرجت من رحم القوات المسلحة وأنها تعمل وفق قانون. بعدها ستأخذ العلاقة منحا مختلفا، خصوصا بعد توقيع اتفاق 5 ديسمبر عام 2022. آخر شيء كان قبل هذه الأحداث هو الاتفاق الإطاري، كان مزمع توقيعه وطبعا كان في خلاف كثير جدا على الاتفاق الإطاري، ولكن عدد كبير من الأحزاب السياسية والقطاعات المدنية ارتضت هذا الاتفاق الإطاري بأنه هو الحل لعودة الحكومة المدنية للسودان، وإنه الجيش والدعم السريع يتركوا المسرح السياسي. وأصبحت هذه الوثيقة الإطارية هي المنصة التي تنطلق منها العملية السياسية للوصول إلى حكومة مدنية. نؤكد التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا. هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة انتقالية استجابة لمطلب الثوار. العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. هو عمله مناورة فقط، ليس من قناعته أن يكون العسكر للسكنات، لكنه يريد أن يلقي باللائمة على قائد الدعم السريع، فهو وافق مبدئيا وطرح الفكرة للسيد قائد قوات الدعم السريع، لكن خاب ظنه أن قبل السيد محمد حمدان دقلو بالفكرة وقال نعم نحن نذهب إلى السكنات ولتكون هنالك تحول ديمقراطي حقيقي. أكيد أمامكم التزامنا الشخصي والمؤسس الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما اتفقنا عليه حتى قيام الانتخابات. إذا كان كلام الرجلين مؤكدا على هامش اتفاق 5 ديسمبر أن عودة السلطة للمدنيين وعودة الجيش إلى الثكنات هي مسألة وقت فقط، فما الذي حدث حتى يتفجر الخلاف؟ وهل مسألة دمج قوات الدعم السريع هي المسألة التي فجرت الخلاف حقا؟ دمج الدعم السريع هو كان بس الغشة التي غصمت يعني ظهر البعير، لأنه في الاتفاق الإطاري الإشكالية اللي أصبحت دارين يوقعوا على أنه الدعم السريع يدمج في الجيش. ما يحدث الآن هو صراع مسلح على السلطة من جنرالين كان يفترض بهما أن يسيرا في إنجاز مهام التحول المدني الديمقراطي.
بعد ذلك أصبح الخلاف ظاهرا للعلن وأمام وسائل الإعلام، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى نشر بعض كواليس اللقاءات والمفاوضات في العلن. نحن داعمين هذا الانتفاق ما علشان أي فئة، نحن داعمينه لأنه فيه حاجات حقيقية تطلعنا، فيه عماني مهم جدا، نحن كعسكريين بهمنا، اللي هو الدم قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. ده نحن الفيصل بيننا وبين الحل الأسي ماشي ده. الموضوع الماشي ده أسي محسوب علينا. داعم ما أعرف إيه وداعم منو وكده مش كده كلام نواصل. موضوع لقيت جاهز على طرف طرف التمويل لسه بقول بسيطين ديل محددين جاهزين مكتوبين. قول واحد اثنين الشيء تم ده كله أنا في الجنينة. بدأ مؤشر الخلاف الحاد مرتفعا بعد أن خرج الفريق دقلو في كلمة اعتبر فيها أن ما حدث في 25 أكتوبر انقلاب عسكري. هناك تاريخ مشترك بينهما، لكن الذي حدث بعد ذلك يبدو أن هذا التاريخ المشترك أثر على العلاقة المستقبلية، بحكم أن هناك نظرة معينة للمستقبل السياسي وليس العسكري الذي كان ينظر به الجنرال دقلو، ثم الطريقة التي كان يرى بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن تسير عليها الأوضاع إلى حين تسليم الحكم إلى القيادة المدنية. هنا كان الافتراق بينهما، كان هناك خلاف كبير جدا في تصور هذا المستقبل أدى إلى إشهار هذا الاختلاف أمام الجمهور. حاولت ما استطعت فأصبت حينها وأخطأت أحيانا وآخرها خطأ انقلاب 25 أكتوبر الذي تبين لي منذ يومه الأول إنه لن يقود لما رغبنا فيه أولا بأن يكون مخرجا من الاحتقان السياسي ليصبح للأسف بوابة لعودة النظام البائد، مما دفعني لعدم التردد بأن أعود عنه إلى الصواب. الدمج هذا شيء ثانوي جدا، ليس هذا هو السبب على الإطلاق، لكن هو ذريعة لاشتعال فتيل الحرب. يحدث الآن هو اختطاف لثورة ديسمبر المجيدة. النظام السابق أراد أن يختطف الثورة فشكل عدد من السيناريوهات، وآخر السيناريو الذي توصل إليه هو أن ينقض على الثورة، ولكن لكي ينقض على الثورة هنالك بعض يخيف وهو يسمى الدعم السريع، فلا بد من أن يختلق مشكلة مع الدعم السريع، وليس هنالك جهة تستطيع أن تقاوم الدعم السريع إلا قوة الجيش، فبالتالي استعان بفلول قوات الشعب المسلحة وينقض على الدعم السريع لكي يقضي على الدعم السريع من ثم يعيد ثورته السابقة، وهذا هو الصراع الآن الذي يدور. كل تأكيد الصراع الذي نشب في 15 أبريل يجب أن يغرى بمعزل من الحراك السياسي عبر المجهودات التي بذلت لتجريم كل المكونات السياسية والمدنية والعسكرية وإلباس عباءة النظام القديم. هذه واحدة من الآفات التي قضت على فكرة الثورة إلى حد كبير وأثرت في تطورها بحيث أنها تصل إلى انتقال سلمي سلس. كانت تستخدم عصا الاتهام بالتبعية للنظام القديم والنظام الإسلامي في السودان كأداء لتصفية الخصومة السياسية. لكن هذا لا يمنع من أن تبرز مخاوف البعض فعلاً من أن تكون الأحداث الجارية حالياً فرصة مواتية لفلول النظام السابق للعودة إلى الساحة. ولا يمكن نرضى بحكم الكيزان مرة أخرى. نظام قاعد 30 سنة ويستيل دارين يقعدوا تاني ودارين يحكموا السودان تاني. نظام تعرض لهذا القدر من السخط واللعن والاحتجاجات وعدم الرضا، وكل السودانيين يشكوا من هذا النظام السابق وبرضه هم دارين يحكموا. هل ممكن يشتغلوا هذا؟ نعم تماما بكل تأكيد هم حيشتغلوا الفرصة دي لأنه قدامنا الطرق تغفلت. لم يكن لفلول النظام القديم من قوة ذاتية لفعل حقيقي يمكن أن يعودوا بهم إلى السلطة، لكنهم كانوا يستعينون بالخلافات
والأحداث المريرة التي يتعرض لها الوطن خلال هذه الفترة الأربع سنوات الماضية لإنتاج قوة فعل عكسية من جانب قوى السياسية الأخرى لصالح قوى النظام القديم. على صوت الرصاص على مسيرة لتدخل البلاد مرحلة البيانات والبيانات المضادة، كل طرف يعلن سيطرته على مواقع ومنشآت حيوية، وبينهما ضاعت حقيقة ما يجري على الأرض.